مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، يئن القطاع الصحي تحت وطأة تلك الاشتباكات. الهلال الأحمر السوداني أعلن أن الهدنة الرابعة التي دخلت يومها الثاني هشة، والمسارات الآمنة لإيصال الأدوية وعلاج المصابين غير واضحة. واستمراراً لمسلسل تفاقم الأزمة الصحية ببلد يعاني بالأصل نقصاً في الإمكانات، أكد الهلال الأحمر أن المستشفيات تعاني بسبب شح الوقود، مشيراً إلى أن الوضع أصبح كارثياً والصيدليات في الخرطوم مغلقة وإمدادات الأدوية تكاد تكون معدومة. وبخروج المستشفيات السودانية عن العمل الذي فاقم الأزمة الصحية في السودان، أصبح الخاسر الأكبر هم أصحاب الأمراض المزمنة الذين كانوا يتلقون العلاج من قبل الأزمة، عوضا عن مصاب الاشتباكات الذين يتوافدون إلى المستشفيات التي لا تتسع طاقتها لهم. ومع تزايد حركة نزوح السودانيين من الخرطوم للهروب بأنفسهم من خطر محقق، جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع وتوقف سلاسل الإنتاج، يبقى تدهور الوضع الصحي في السودان الكارثة الأضخم التي تهدد هذا البلد.